التغير المناخي وتداعياته القاسية على الاقتصاد العالمي فرضت على الدول البحث عن أدوات واتباع إجراءات من شأنها خفض الانبعاثات الكربونية. من هذه الأدوات الاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري في مزيج الطاقة. لكن هل هذا يكفي؟ وهل الاعتماد على النفط والغاز سينتهي في المدى القريب؟ نجيب عن هذه الأسئلة في حلقتنا لهذه الليلة. تقوم جهود مكافحة التغير المناخي على إحداث تحول في نظام الطاقة، وتحديداً في الانتقال إلى مصادر طاقة أكثر نظافة وبلا انبعاثات. الطاقة المتجددة تأتي في جوهر هذه الجهود. هذه الطاقة باتت تشكل اليوم ما يصل إلى 30% من توليد الكهرباء في العالم، بعد أن كانت مصدر توليد الكهرباء الأسرع نمواً في العالم خلال السنوات الماضية. الأمر لن يقف عند هذا الحد. تقديرات وكالة الطاقة تشير إلى أن حصة الطاقة المتجددة من توليد الكهرباء سترتفع إلى 50% بحلول عام 2030، فيما تشير تقديرات أخرى إلى أن هذه النسبة سترتفع إلى 69% بحلول منتصف القرن. إلى جانب ذلك، سيتزايد انتشار السيارات الكهربائية في العالم بوتيرة ستجعل الأسطول الموجود على الطرقات في عام 2030 يعادل 10 أضعاف الأسطول الحالي. هذا النمو قد يأتي في جزء منها على حساب مصادر الوقود الأحفوري، وتحديداً على حساب الفحم الذي ستتراجع حصته من مزيج الطاقة العالمي من نحو 25% إلى 14% بحلول عام 2050. لكن في المقابل قد لا يعني ذلك هبوط حاد لمساهمة النفط والغاز. حصة هذين المصدرين ستتراجع من نحو 58% في الوقت الراهن إلى 54% في عام 2050، مما يسلط الضوء على أهمية تبني حلول خفض انبعاثات هذه المصادر مثل تقنية التقاط وتخزين الكربون. إذن كل هذه الأرقام تؤكد على أن جهود تحول الطاقة يجب ألا تتعارض على الإطلاق مع أمن الطاقة، وأن المحدد الرئيسي لنجاح هذا التحول هو أن يكون عادل ومنطقي. للمزيد ينضم إلينا من لندن الخبير في أسواق الطاقة دكتور مصطفى البزركان. دكتور مصطفى، أهلا وسهلا بك معنا. لأي مدى تعتقد أن النفط والغاز سيبقيان عنصران هامان في مزيج الطاقة خلال الفترة القادمة؟ من أنه يعني مقارنة بالسنة الثلاثة التي سبقت انتشار جائحة كورونا، كان هناك توجه وتصريحات بالتخلص باعتماد على النفط والغاز، ولكن خلال السنتين الماضيتين ثبت أن النفط والغاز سيبقى مستمرا في مزيج الطاقة، وسيكون هناك أهمية للاستثمار في النفط والغاز. لماذا؟ لأنه المستهلكة للنفط والغاز أيضا تواجه مشكلات في توفير الإمارات الطاقة المتجددة، ولذلك أنا أعتقد سيستم مزيج الطاقة يضم النفط والغاز حتى بعد 2040 وحتى 2050 من هذا الوقت. كوب 28 أبرز أهمية التعاون بين منتجي الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة طبعا للمساعدة في عملية تحول الطاقة. لأي مدى تعتقد أن هذا التعاون يمنح حدوث صدمة من نقص المعروض في أسواق الطاقة؟ دعينا أوضح نقطة، أنه هذا المؤتمر سيختلف عن كافة المؤتمرات التي عقدت منذ العام 2015 الذي شهد اتفاقية باريس التي لا هي الالتزام فيها طوعي وليس إجباري. ولا أعتقد أنه لو أخذنا مقارنة بالمؤتمر الماضي في العام الماضي والمؤتمر الذي سبقه في غلاسكو أثبت فشل هذه المؤتمرات. لماذا؟ لأنه لم يتم هناك لأي التزام من جانب الدول تجاه الدول النامية من أجل الحفاظ على مستويات معينة من ولذلك هذا المؤتمر هناك ثلاث مميزات رئيسية تميز فيه. أولا، هناك حضور واضح ومؤثر من جانب الدول المنتجة للنفط والغاز، هذه نقطة مهمة. النقطة الثانية والمهمة أنه هذه الدول مستعدة للتعاون مع الدول المستهلكة للتوصل إلى أساليب
وبالتالي الاندفاع نحو الطاقة المتجددة كما هو الاندفاع نحو الطاقة الأحفورية. النقطة الثالثة وأنا أعتقد أنه سينتج عن هذا المؤتمر، وهو أنه كافة القرارات التي في المؤتمر وبعد المؤتمر ستكون يعني مؤثرة على سياسات الدول سواء في مجال الطاقة أو مجال البيئة. فأنا أعتقد أنه لهذا المؤتمر سيكون تأثيرا واضحا، وأي أمور ما قبل المؤتمر ستختلف عن ما بعد المؤتمر. هناك دعوات من قبل وكالة الطاقة الدولية لتكثيف الاستثمار في الطاقة النظيفة ووقف هذه الاستثمارات في النفط والغاز. كيف تقيم هذه الدعوات التي تقابلها مناشدة من أعضاء أوبك بضرورة الاستمرار والاستثمار في النفط والغاز؟ سؤال مهم. بالنسبة إلى منظمة الطاقة الدولية، يعني هي تمثل مصالح المستهلكين، ولكن قد يكون نصف هذا الحديث هو صحيح، وهو التوجه نحو الاستثمار نحو الطاقة المتجددة، ولكن هذا لا يمنع من أهمية وضرورة الاستثمار في الطاقة الأحفورية، النفط والغاز. ولذلك شهدنا خلال الأشهر الماضية تصريحات من أكبر شركات النفط والغاز عادة زيادة الاستثمارات في هذا القطاع التي تراجعت خلال سنتين الماضيتين. هذا من جانب. من جانب آخر، هذه الشركات وهذه الدول المنتجة لديها أيضا التزامات بمصادر الطاقة الخضراء أو الطاقة المتجددة. هذه تجعل أنه تصريحات منظمة الطاقة الدولية قد تكون هي إلى جانب يعني إثارة بعض المخاوف في يعني أسواق النفط والغاز، ولكن هذا لا يمنع أنه سيكون هناك توجه معين تجاه الطاقة الأحفورية والطاقة المتجددة أيضا. برأيك ما الخيارات المتاحة أمام الدول للعمل على خفض انبعاثات الكربون بدون الإضرار بإمدادات الطاقة؟ هذا أيضا سؤال مهم آخر. هناك مسؤولية على الدول المنتجة لمصادر الطاقة الأحفورية وأيضا الطاقة المتجددة، ومن حسن حظ يعني الدول المنتجة لمصادر الطاقة الأحفورية وخاصة دول الخليج يتوفر فيها مصادر للطاقة المتجددة أيضا. ولذلك عملية يعني دمج استثمارات في المهم، وهو النقطة المهمة، وهي السيطرة على الكربون وإطلاقات الكربون سواء من الطاقة المتجددة، توفيرها من مصادر الطاقة الخضراء أو من مصادر الطاقة الأحفورية. هذه جميعها تضع على المجتمع توجه معين، ولكن لا ننسى أنه ما يحتاجه المجتمع الدولي هو استثمارات. ليست في إمكان الدول المستهلكة توفير هذه الاستثمارات بعد خسائر كورونا وبعد تراجع الاقتصاد العالمي، ونشهد هناك بوادر على ركود الاقتصاد العالمي خلال هذا العام أو العام القادم. وما برأيك التحديات التي تواجه تحول الدول نحو الطاقة المتجددة والنظيفة في الفترة الحالية؟ أولا التحديات وهي الاستثمارات، يعني من توجيه استثمارات واضحة خلال السنوات القادمة. هذه نقطة. النقطة الثانية هي توفير عقود لشراء النفط والغاز، وشهدنا يعني لا ننسى أنه الأسابيع الماضية كان هناك عقود وقعتها أغلب أو أكبر دول الاتحاد الأوروبي للحصول على الغاز، وهو مصدر من الطاقة الأحفورية من قطر ل 27 عاما. هذا يأخذنا إلى العام 50 وما بعده. هذا بمعنى أنه هناك توجه لإدامة الاعتماد على الطاقة الأحفورية. النقطة الثالثة والمهمة، وهي لابد من إيجاد صيغة لالتزام الدول، يعني لا تزال اتفاقية باريس التزام. هل سيمكن تحويل ذلك إلى إلزام؟ المؤتمرين الماضيين كان هناك وعود بتوفير 100 مليار دولار ولم يتوفر ذلك من الدول الصناعية. هل يمكن للمشاركون فيه أنه يكون هناك التزام بهذه الالتزامات؟ هذه هي يعني المشكلة الرئيسية والحل فيها أيضا. أنا أشكر لك كل هذه التوضيحات، وأيضا تواجدك معنا الدكتور مصطفى البزركان الخبير في أسواق الطاقة. شكرا جزيلا لك. لعب التطور التكنولوجي دورا حاسما في صعود نجم الطاقة النظيفة، فمن دون هذه التكنولوجيا لم تكن هذه التقنيات لتنتشر بالوتيرة التي شاهدناها في السنوات الأخيرة.
منذ عام 2009 على سبيل المثال تراجعت تكاليف الطاقة الشمسية بنحو 83%، فيما تراجعت تكاليف طاقة الرياح البرية بنسبة 63%. كل هذا بفضل التطور التكنولوجي. وكالة الطاقة الدولية تتوقع أن ينمو سوق تقنيات الطاقة النظيفة بمقدار 3 أضعاف حتى عام 2030، ليصل إلى ما يقارب 650 مليار دولار. سيترافق مع ذلك تضاعف الوظائف في قطاع تصنيع تقنيات الطاقة النظيفة من 6 ملايين وظيفة حالياً إلى ما يقارب 14 مليون وظيفة بحلول عام 2030. تحقيق هذا النمو الهائل في السوق سيتطلب استثمارات ضخمة في القطاع تقارب 80 مليار دولار سنوياً ما بين عامي 2023 و2030، إذا ما أراد العالم توفير التكنولوجيا المطلوبة لتحقيق الحياد المناخي. لكن ما يثير القلق هو أن الاستثمارات في هذه التقنيات قد تراجعت منذ بداية العام الحالي بنحو 40% في ظل التأثر بالرياح الاقتصادية المعاكسة والاضطرابات التي شهدتها أسواق المال. إذن يمكن القول أن الوقت الحالي هو العصر الذهبي لتقنيات الطاقة النظيفة بعد أن بات الجميع يتفق على أنها ستكون حجر الأساس في جهود مكافحة التغير المناخي. للمزيد ينضم إلينا من بوخارست الشريك المؤسس لمركز أبحاث الاقتصاد البيئي إسيرا أندري كوفاتاريو. أندري، أهلا وسهلا بك معنا. رغم الدعوات لتسريع التحول نحو الطاقة المتجددة والنظيفة، إلا أن الاستثمارات في هذا المجال لا تسير وفق المخطط. ما أبرز التحديات برأيك التي تعرقل تكثيف هذه الاستثمارات؟ شكرا جزيلا على استضافتي معكم. أعتقد أن هناك بعض الإعلانات أنه في 2022 كان هناك سجل ذلك العام استثمارات كبيرة ضخمة في مجال الطاقة النظيفة بمقارنة بعام 2019، إلا إذا تحولنا إلى طاقة الرياح، ولكننا لا نبذل قصارى جهدنا لكي نسرع من هذا الأمر. إننا نحتاج إلى مضاعفة جهودنا ومضاعفة القدرات التي استغلها في هذا الأمر. وأيضا ربما يكون ذلك جزئيا عند بعض الدول، الصين تقوم بجزء جيد في هذا المجال، ولكن في المنطقة هناك بعض المناطق التي لا تقوم بشيء جيد في هذا المجال. ولكن بالنسبة للتحديات كما ذكرت في سؤالك، فإنه في البداية هي عملية التضخم من أكبر التحديات، وهذا حيث أن لدينا بعض الأمور الاقتصادية، ولا شك أن هناك بعض التأثيرات الخاصة بأننا نرى أن أيضا هناك نسب فوائد عالية التي أثرت على اقتصاديات بعض الدول، وأيضا الاستثمارات التي قلل من شأننا، وهناك بعض الأمور الثابتة مثل التغير المناخي وأيضا الكثير والكثير من العوامل، وأيضا في الحقيقة عمليات التصحر وغيرها من الأمور التي تؤثر على هذا الأمر. دول منها بريطانيا تخلت جزئيا عن تعهدات خفض الانبعاثات بسبب الضغوط الاقتصادية التي واجهتها. كيف برأيك تؤثر وستؤثر الظروف الاقتصادية على الرغبة في الاستثمار بالطاقة النظيفة والمتجددة؟ إن هذا سؤال في الحقيقة ممتاز، بذلك لأنه يقلل من قيمة التحول للغد أو على المدى الطويل. ومع ذلك فإن بعض الدول قامت بوضع استراتيجياتها من خلال إعطاء الأولوية لبعض الأشياء، ولكن هذه في العادة إنهم يصوتون لبعض الأشياء أو يعدلون من خططهم من ناحية التحول للطاقة النظيفة. نعم، كما ذكرت بالنسبة للمملكة المتحدة، فقد رأينا بعض الأهداف التي كانت لديهم، ولكن لا تزال تلك الأهداف موجودة لديهم وإن غيروا فيها بعض الشيء. ولكن على الجانب الآخر، فإن المملكة المتحدة لديها ما يسمى الجيل البارد، وهي لا تزال تعمل عليه بشكل
ناجح، وهي تستثمر في الطاقة في طاقة الرياح وكثير من الأمور، وهي تبلي بلان حسن في هذا الأمر. ولكن أتفق مع أن هناك بعض الأهداف التي تكون يتأخرون عنها أو يتأخرون عن تحقيقها، ويعد أمرا خطيرا بعض الشيء. ولكننا في بعض الحالات نرى أيضا أن الاتحاد الأوروبي وغيره من الدول ربما تأخرت أو كانت مقارنة بأهدافها الطموحة التي كانت في البداية. أعداء أوبيك بلس وشركات النفط تراهن على استمرار الطلب على النفط والغاز في مسار تحول الطاقة. ما تقييمك لذلك؟ هل تعتقد أن النفط والغاز سيبقى أو سيبقى الطلب عليه مرتفع لفترة طويلة؟ إن الحقيقة الحاجة على سبيل المثال الفحم لا تزال كثير من الحاجة، وأن اقتصاديات الدول النامية فإن لديها الحاجة إلى البترول أو النفط، وأيضا مثل الصين على سبيل المثال واقتصاد قوي فإنها لا تزال تعتمد بشكل كبير على النفط. إذن نعم الحاجة إلى النفط ستظل موجودة بنسبة كبيرة، إلا أننا عندما نتحدث عن قبل 20 و30 ستصل الذروة في الحاجة إلى النفط، ولكنها بعدها ربما تكون في العقود القادمة ستقل بشكل ملحوظ في هذا الجانب. وسنرى أن حوالي 20 مليار برميل ستقل الاستخدامات في هذا الأمر، وهذا أمر تفاؤلي، ولكن الحاجة ستظل موجودة للنفط والغاز بشكل بالنسبة للحاجة الاقتصادية، ليس فقط في مجال الطاقة ولكن في مجالات أخرى. وما المطلوب برأيك من الدول الآن لتجنب مخاطر التغير المناخي؟ في الحقيقة إنه ربما لا يكون هناك حل أساسي، ولكن التبعات الدولية لابد أن يكون هناك تعاون بين الأطراف بعيدا عن الأمور الجيوبوليتيكية أو الجيوسياسية. لكن في الحقيقة لا يوجد تعاون جاد وواضح بين الدول، ربما على سبيل المثال الولايات المتحدة والصين كما ترى، وأنهم هم أكبر قطبين موجودين هنا، ولكن لدينا الهند أيضا هي مستخدم أو مستهلك كبير للنفط، لكننا نحتاج إلى تعاون كبير بين هذه الدول. بالطبع أننا نحتاج لأن نزيد الاستثمارات في مجال الطاقة النظيفة، وحتى يكون لدينا طريقة مستدامة للتعرف على هذا التحول. نحتاج أيضا أن ننظر إلى الحاجة، لأن الحاجة لا تزال موجودة، ونحن نريد أن نتعامل معها وأن ننظر إلى المحركات والمسرعات في هذا المجال. إذن هناك تردد لدى دول متقدمة في الالتزام بتعهدات مؤتمر باريس للمناخ، كوب 26، كوب 27. ما تداعيات ذلك على دول جنوب وعلى جهود مكافحة تغير المناخ برأيك؟ في الحقيقة أن التحفظ ليس جيدا، لأنه كلما تأخرنا فإن ذلك يؤخر النتائج المرجوة، وأن ستكون هناك تحديات كثيرة. ولدينا في الحقيقة أرقام مستحيلة أو أرقام صعب تحقيقها، وعليه فإننا كل عام مطالبون بتحقيق رقم معين. لابد أن نركز على ما الذي تم إنجازه على المستوى الدولي، فإن هناك خطر في الحقيقة في الثقة، في عملية الثقة في بعض الدول، إذ أنها لا تتخذ إجراءات كافية في كل عام لتحول الاقتصادي نحو الطاقة النظيفة والمستدامة. وعليه فإن أيضا أسعار السلع لديها نحتاج أيضا إلى بعض المعادن أو بعض المناطق، لابد أن تتخذ إجراءات هامة. ولكن كما قلت لكم أنه الإجراء الدولي لابد أن يكون هناك تعاون من أجل حل هذه الأزمات، ومن أجل أن يكون لدينا تغير حقيقي في أساليبنا التي اعتدنا عليها لسنوات طويلة من أجل الوصول إلى الحفاظ على التغير المناخي، وأن نعمل مع بعضها البعض الدول النامية والدول المتقدمة. أنا أشكر لك كل هذه التوضيحات، وأيضا تواجدك معنا أستاذ أندري كوفاتاريو، وأنت المؤسس والشريك لمركز أبحاث الاقتصاد البيئي السيرة. شكرا جزيلا لك.
لن يكون مؤتمر الأطراف كوب 28 مجرد نسخة دورية من المؤتمر الذي يحاول العالم من خلاله التعامل مع ملف التغير المناخي، بل سيشكل نقطة مفصلية لملفات عدة ستحدد مسار هذه الجهود. سيشهد كوب 28 أول مراجعة للتقدم المحرز في تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ، وهو أمر سيشكل نوعاً من الضغط لتسريع هذه الجهود. خلال النسخة المقبلة من المؤتمر سيجري الدفع نحو تبني هدف مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة 3 مرات حتى عام 2030. سيشكل كوب هذا العام نقطة محورية لملف تمويل الجهود المناخية وكيفية زيادة حجم هذا التمويل، وتحديداً فيما يتعلق بتعهد توفير 100 مليار دولار سنوياً للدول النامية. كما سيكون ملف صندوق الأضرار والخسائر لتعويض الدول النامية عن خسائر التغير المناخي حاضراً وبقوة بعد أن غابت صناعة النفط والغاز عن النسخ السابقة من مؤتمر الأطراف. سيشكل كوب هذا العام فرصة لهذه الصناعة للوصول إلى هدف مشترك لخفض الانبعاثات والوصول للحياد المناخي وإثبات أنها جزء من الجهود العالمية لتحقيق هذا الهدف. إذن يعول العالم بشكل كبير على كوب 28 في أن يعيد جهود مكافحة التغير المناخي إلى سكة التقدم، وأن يزيل العقبات التي جعلت من تحقيق اتفاق باريس للمناخ هدفاً بعيد المنال. Trying to come up with solutions and compromises to bridge the gap between often very different views so that we make this COP28 a successful one in terms of what comes out at the end, something that we can all live with. As we know, the COP, the UNFCCC process is always one of compromise. No one actually gets exactly what they want, but if we can all come away sort of happy with what we've achieved, it'll be a tribute to the chairmanship of the UAE of this whole process, and that's what we hope to see. We hope to see movement on greater emissions reduction. We hope to see the operationalization of the loss and damage fund, which is going to be a historic outcome from this COP if we get it done. Also, we need to see much more finance on for adaptation as well, and that's another key output we need from this COP. My message to the world is that Malawi, for example, has suffered, is still suffering from the impact of Cyclone Freddy. We are still grappling to recover. Now to hear that people in the West, developed countries, are still discussing, not agreeing on the definition of climate finance, to Malawi and many other countries, we are saying this is not time to discuss definitions. This is time to help countries that are grappling with the impact of climate change. Naturally, the task is monumental. So, but the situation is exactly what it is. If you want to stay in line with the achievement of 1.5, we need to invest 1,000 gigawatts of new installed capacity per year for every 11 terawatt in 2030. That means the energy, clean energy that we need to close the gap between the declining of fossil fuel and the demand of energy. So this is essential to keep the 1.5 alive. Yeah, so the Global Renewables Alliance, which is the private sector body for renewables globally, yeah, is calling for a tripling of renewable energy to at least 11,000 gigawatts by 2030. We believe it's achievable, but of course there's some action, urgent action, that needs to take place. Firstly on financing, yeah? Second on permitting, thirdly on the grids, and then on value chains, and finally to make sure that it's just and equitable for everybody. في ملف التغير المناخي مسار البحث عن حلول مستمر، ولكن ملفنا لهذه الليلة انتهى. غدا زاوية بحث جديدة. إلى اللقاء.